ومن بعد ما تقطع اللايف كنعاودوا نرجعوا مره اخرى بسبب عطب تقني كاين زحام شويه ديال الناس فشي حد قص التليفون. كما كنشوفوا هادي مكان ديال الملابس الرجاليه. ونمشيو نشوفوا بلاصه اخرى من اماكن ان زكان وحنا دائما على المباشر. شكرا. الله يحفظك الله يحفظك. كاين شي سولد؟ عطا الله الخير الحمد لله. ها شحال داير؟ 70 درهم ولتحت. 70 درهم ها انتما 70 درهم ولتحت. كاين غير البروموسيون ما كاين لا 150 لا 130 درهم. 90 درهم السروال كاين ديال 90 درهم وكاين ديال 100 درهم ولا مارك. ما كاين غير الستيلات والموديلات. عندنا السروال سيربيتا هما عندنا سلعه هي 60 درهم 90 درهم. يعني اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس كل شيء يلبس. مساعد كل شيء عيد مساعدين مع الناس ياك دايرين معاهم الجميع. اللي عنده يلبس واللي ما عندوش ما اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس اللي بغى يتكسى يجي لانزكان السولد ياك السولد. مرحبا مرحبا. ونستمروا في اجواء السوق نمشيو لبلاصه اخرى. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. كديره لالا لاباس بخير؟ يا كين يا مرحبا. كديره لاباس عليك؟ الله يحفظك الزين. مبروك عواشرك. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. قولي لي انايا كتجيبي حويجات قدام وكتبيعهم؟ شي حاجه مع الدراويش اختي الحاجه ديال 20 درهم 50 درهم الله يجعل البركه. صافي. عندك شي وليدات؟ عندي وليدات وعندي الراجل وعندي كريدي وعندي كل شيء. هادشي اللي خلاك وشويه كتمشى الحركه شويه في هاد العواشر. هادي البركه وصافي. البركه البركه. خلونا شويه كنفرشوا هاد الايام نفرشوا وصافي ولكن الوقت مشور بنتي. الناس واكلين العصا ما كاينش ما كاين لا بيع لا والو. ياك. والو مشوره الوقت لالا. واخا العواشر شويه مشوره الوقت. ويلي فين هما العواشر لالا؟ واش الناس مسدودين عليهم العام كامل؟ كيفاش بغيتي هاد العواشر عندهم هما؟ ما كاين والو لالا. الله يصاوب من عنده الله يدير لنا التاويل الله يفرجها يا وحيد. هذا شي دعيوه في هذا الليل. هذه كندعيو ندعيو لينا وندعيو للمسلمين كاملين الله يفرجها من عنده بنتي. الله يحيد هذا الكرب من عنده الله يحفظها. هذه هي السلعه اللي كتبيعها السيده في لافريكا. مرحبا. اللي بغى شي حاجه ندير لهم ندير لهم تخفيض. مرحبا بكم. اللي بغى شي حاجه كما قال الراجل اللي عنده اللي ما عندوش. دراوش ما اللي عنده ما يجيش عندنا الفراشة اختي ما يتواضعش معنا. وما تعرفين شي حد عنده حنا دراوش. لا 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 دراهم حنا راه حريفيه كيجيو عندنا اللي ما عندهمش مساكن كنتعاونوا معاهم. اللي عندهم وليدات نتعاونوا معاهم. بياسه صغير بون اوكازيون ماشي حاجه جديده باش يفرحوا الوليدات. ايوا صوب الله الله يفرجها. حنا قانعين عندنا ما عندناش قانعين. يا رب قانعين. يا رب انت الله يعاونك. امين. شكرا. مبروكين عواشركم. زوينه تبارك الله. بارك الله انت زوينه اكثر من سميتو. تبارك الله عليك. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا ليك وتعيدوا وتعاودوا. عواشركم مباركه علينا وعليك. تعيدوا وتعاود. الله يعطيك الخير اختي. انت ولدها. اي الله يحفظك. تعاون انت والوالده. تعاون مع ضروري. وشويه هاد العواشر تحركات الوقت. ايوا شويه الحمد لله. مراكه 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 تصور 20 درهم. المهم الحمد لله سم الوالده سم نريحوا في الطريق. المهم تبقى حدا الوالده. المهم تبقى حدا الوالده. شكرا جزيلا ليك والله الله يخليها ليك ويخليكم بعضياتكم. الله يعطيك الخير. عواشر مبروك العواشر. دائما في الاجواء ديال السوق شويه ديال الازدحام ولكن معليش معليش العواشر هادي والناس خارجه تقطع. كما كنلاحظوا واحد الترحيب كبير بقناه ريمال تي في وشكر لهم القناه انها
كتوصل عندهم وكتقربهم من المشاهدين اكثر. كاين ترحيب كبير بالقناه، شكرا لكاع المتتبعين ديال القناه في السوق وفي اي بلاصه يتبعوا قناه ريمال تي في واوفياء لها، شكرا ليهم. وكما قناه ريمال تي في كتبارطاجي معكم الاجواء من انزكان ديال السوق حتى نتوما من تليفوناتكم، بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم اجواء التسوق والاستعداد من ليله القدر للعيد عند المغاربه. انا غابطه دابا شي سوق الحريه واخا واخا. شكرا لك، شكرا الله يحفظك. احدى السيدات اللي كنا معها دابا على المباشر كتقول لي بان الاجواء في احدى سوق الحريه زعما اكثر استعدادات للعواشر، وكاين بلاصه منين دوز الطوموبيل لان فعلا كاين واحد الازدحام، ولكن هذا الشيء عادي قدام اننا نوصلوا الصوره ديال ما يقع في كل بلاصه للمشاهدين. هذا الشيء عادي قدام اننا نكونوا اوفياء اللي وعدنا به الجماهير ديال والمتتبعين ديال ريمال تي في، اننا غنكونوا الاقرب دائما ونوصلوا الصوره والخبر والصوت دائما لكم ونكونوا قراب منكم. وهذا الشيء اللي كاين، ما زلنا كنعيشوا الاجواء المغربيه الحقيقيه ديال الاستعدادات ديال العيد والعواشر. وكما كتشوفوا هنا هاد البلاصه هي لا فيراي ديال انزكان. هذا العيش في حديقة الحيوان، هذا شي واحد يدير فينا اللي بغى ماشي مشكل. مسدودة يمكن هاد الطريق. وحنا جايين في الطريق لسوق الحرية، هانتوما معانا في أجواء ديال النهار ديال ليلة القدر، كيفاش المغاربة والسوسيين خصوصا كيتغداو ويستعدو لهاد الليلة المباركة.
وجدوا قدام سوق الحريه. هذا سوق الجمله الجديد، سوق الجمله الجديد اللي في هذا الوقت كيكون ما خدامش، لان النشاط التجاري فيه كيحبس الصباح. وهذا سوق الحريه، نجيو نشوفوا الاجواء ديال الاستعدادات في سوق الحريه كيفاش دايره. الناس هنا دايره الفراشه كتوجد حويجات ديال العيد. السلام عليكم، جاك النعاس؟ جاك النعاس؟ اه مبروك عواشرك. شنو كتبيع البخور؟ قول لي شنو باش مخلط هذا البخور؟ مخلط بالجاوي التسرغين بالعرعر بتارة وعطى الله الحوايج. ولاش كيصلح هذا البخور؟ هذا البخور كيديروا الناس في العواشر، مزيان شي يقولوا ليه للدار، كيدخل الملائكه للدار، وشحال من حاجه كيخلي الريحه زوينه في الدار، شحال من حاجه. شويه الناس عندك ضروري ضروري. شحال كتبيع؟ داك الشيء على حسب، كاين اللي بغى 100 درهم، كيبغى 10 درهم، كيبغى 300. ضروري الناس كتجي تبيع تشري؟ ضروري، ما خصش حيت من ليله 27 هكا العاده ديالنا حنا في المغرب. احسن نبيعوا البخور. شكرا لك، الله يحفظك، مبروك عواشرك، الله يبارك فيك اختي. وهادو هما المواد اللي كيتكون منهم. فين غادي نشوف راسي فين؟ هذا البخور غتشوفوه في قناة ريمال تي في. ريمال تي في. ريمال تي في. شكرا. مرحبا. كل شيء موجود عند مول البخور اللي تا هو كيستعد وكيبيع حاجة ضرورية في الليلة ديال 27 اللي هي البخور اللي كيكون في كاع الديور. السلام عليكم، كاين شي ريكلام؟ كاين شي ريكلام؟ والو؟ شحال كتبيعوا؟ 20 درهم. مرحبا. إذا انت حيدو ثاني مسحو. اش بغيت تقول لنا؟ مبروك العواشر. الشباب ناشطين بالعواشر. شنو كتبيعوا؟ شنو كتبيعوا؟ كنبيعوا بياس اختي، كنبيعوا بياس، كنبيعوا السيرفيتات، كنبيعوا الحوايج، اي انواع ديال البياس. كاين شويه ثمن مرخوف على الناس؟ دايرين ثمن مناسب، حيت اصلا انا جايبهم بثمن مناسب. ياك؟ وشويه الناس خرجوا هاد العواشر يتقداو. الحمد لله اللهم لك. تحركت شويه الحركه. الحمد لله. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك اختي. حنا في سوق الحريه باب 10 باش يجيو عندك الناس. مرحبا. هذا مول الفوقيات، مول الفوقيات كاين شي بيعوا شرا؟ شحال كتبيع الفوقيه؟ 70 درهم. 40 درهم؟ 70 70 70 70 درهم. الفوقيه ديال الصغير يلبس وصغير الكبير يلبس. كلشي يلبس. كلشي يلبس. كاين شويه الرواج؟ كاين شويه الحمد لله. كيوجدوا الناس اليوم العواشر؟ العواشر. كاين شويه الحمد لله. وهذا مول الفوقيات، الفوقيه ضروري اليوم يلبسوها الناس ياك؟ الله يجيب التيسير. هذا هو المدخل ديال سوق الحرية إن زكان. ها السوق اللي قال لك قلبي وعسلي قلبي وروني قلبي 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 360 ريال بياسة. اش كتبيع؟ الماكن. يلا قول لينا شي تفيطة الماكن، ما ربما يجيب الله رزق. نعم. قول هادشي اللي كنتي كتقول دابا، ربما يجيب الله رزق. دابا راه غادي حنا جايين بالرزق ديالنا. كنتلف مع الميكرو مع داكشي. عقول عقول اش غنقول؟
لبسي وتفركسي وداك الشيء نقول انا وياك لي كادو لي كادو لي كادو فرصه وجبا صوت مناسبه 360 ريال بيسا على لا المراه العائله الحاجه شريفه تمغار تقربي تشادي قربي تعزلي قربي تقلبي اي قربي تروني 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 مدام 360 ريال بيسا اي بيسا كتنسيك بيسا موديل كاين السيك موديل مدموزيل على لا المراه دار ما كيجيب غلا ما كيدق برا ما كيغلى المراه اي باش جابها باش باعها بغا يتسنى غير مصداها شحال 300 يلا عطيني باش انت تشد الحساب حدا كتوضر لك الحساب لا راه ناخذ معاهم هادو تا هما لا هادو لا ياك قول لي هادو علاش كنبرح وهادي داك الشيء اللي كاين مبروكين عواشرك الله يجيب لك بزاف رمالتي في حنايا مرحبا بك الله يجيب لك بزاف ديال التيسير شريو عنده كاملين عافاكم وحنا باقيين في الاجواء ديال السوق الحوايج هنا الناس جايبين وليداتهم يتقداو نعم ويو جيو عندكم جي جهاري مال تي في جات عندكم شنو البروموسيون اثمن هنا فين سكان هنا عند السي مصود هنايا في سوق الحريه مرحبا بكم تعالوا الناس تعالوا هنا جوج بالف ريال كنبيعوا الدراري الصغار هادو كنبيعوا اونسومبل دو بياس بالف ريال اللي يساوي 1600 و100 درهم في بلايص اخرين عندنا هنا السي مصود معروفين حنا كلشي بغى يلبس اللي ما بغاش يلبس شي فين زكان اللي ما بغاش يلبس وسوق الحريه هنا اثمنه اللي كاينه في سوق الحريه راه ما كايناش حتى شي بلاصه فين زكان جاو شويه الناس كاين شويه البشر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الناس الحمد لله اليوم السوق عامر ما شاء الله اللهم بارك يا ربي جيب التيسير وهذه الليله المباركه عند الله ديتي شي عواشر للدار ولا مازال ضروري الدار هي الاولى ما جينا حتى تسالينا مبروك عواشرك مبروك عواشرك وكما كتشوفوا الكل يرحب قناة ريمال تي في وكي يعيط لها المحل ديالو قناة ريمال تي في اللي كانت ودائما ستبقى قريبة من النبض ديال المجتمع شوفوا الأجواء الناس كتقدى وكتشري اللي كان اللي عنده بزاف كيشري بزاف اللي عنده شوية كيشري شوية هادو الملابس التقليدية للنساء وما تنساوش تبقاو على صفحة ريمال تي في لأننا بعد قليل غيكون عندنا مباشر آخر ديال رمضان كريم والمفاجأة غتكون ديال رمضان كريم مفاجأة جديدة وغير متوقعة بالنسبة للمشاهدين فقرة رمضان كريم تابعوها لأنها فقرة إنسانية وهاد المرة فيها جرعة زائدة من الإنسانية من بعد ما نساليو من السوق نمشيو نديرو فقرة رمضان الكريم بقاو دائما على صفحة ريمال تي في وما تنساوش تشاركوا مع أصحابكم ومع الناس اللي معاكم أجواء السوق من داخل إن كان هذا سوق الحرية هذا سوق الحرية وهذه هي الأجواء اللي فيه كل شيء الناس كيتقداو تبارك الله خليكم معنا في مباشر آخر بعد قليل فقرة رمضان كريم واللي غادي تكون من مكان آخر ماشي سوق الحرية ولكن من أيت ملول لابلاس ديال التاكسيات